صباح الخيرات عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن ريادة الأعمال النسائية، يعني صبيتين على الهواء انه بدنا نحكي يعني نسوان صايره القصه طلعت معنا كل الافكار بهالفقره. طبعا هي من اهم الامور الواجب انه نحن نشتغل عليها ونستغل كل فرصه متاحه حوالينا. صحيح، يعني خصوصي مشتين انه العالم اليوم اكيد عم يتطور بشكل كثير سريع، فصار الكل عم يدور على مشاريعه الخاصه وتكون اكيد مربحه بالنسبه للسيدات، واكيد لحتى السيدات يساعدوا الرجال ضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها لحتى نلحق على كل شيء على كل المصاريف. أكيد من أهم الخطط والمعايير لخلق مشروع ناجح لكل سيدة، ولنحكي عن هي التفاصيل صار معنا بالاستوديو مدرب تسويق ومبيعات الأستاذ رضوان نصار. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير أستاذ رضوان، كيفك؟ هلا أنت صحيح إنه شاب بيناتنا، بس إنه بدنا نحكي يعني بدنا نحكيك اليوم من وجهة نظرنا نحن يعني. أكيد أهلا وسهلا فيك. يعني حكيت رنا فكرة كثير مهمة بوقت هلا ظروف اقتصادية صعبة عم بتمر على الجميع من دون استثناء، عم بيكون يعني دور المرأة كثير مهم، مو بس بالبيت حتى برات البيت. وأوقات في كثير سيدات عم تقول لا بعمل مشروع خاص، يمكن ما أحتاج أطلع برات البيت، بعمل مشروع أنا موجودة بالبيت بساعد بالمصروف. صحيح. بشكل عام خلينا نحكي هيك بالبدايات، أنا وقت فكر أعمل مشروع كسيدة كيف بعمل مشروع ناجح؟ شو البدايات يلي بتخلي المشروع بالنهاية يكون ناجح؟ هلا أهم شيء بالموضوع نحن اليوم وقت عم نحكي على مشروع ريادي ناجح، هو غير صفات الريادي اللي هو لازم يتمتع بموضوع روح الصبر، روح التحدي، الشغف لأنه يحقق المشروع تبعه، لازم يكون في عنده دراسة لشغلتين. أول شغلة هي القدرات تبعها وشو بيلزم السوق، لأنه نحن عم نحكي مشروع تجاري، يعني اليوم بدنا سوق، بدنا زباين، وبدي أعرف أنا اليوم هالزباين شو بيتطلبوا وشو بقدر أنا أقدم لهم. تمام، هدول الشغلتين أساسيات، إذا أنا قدرت أشتغل عليهم صح قادر أكون متميز بالسوق، قادر اليوم أخذ شريحة بتناسبني ولأقدر بيع وأكسب وطور مشروعي. تمام، هذا الشيء الأساسي لينجح أي مشروع. معناتها أول خطوتين لحتى نوضح الفكرة أكثر، إنه تكون السيدة هي تعرف أنا اليوم بشو بقدر اشتغل، انا بشو اليوم بقدر انجح واعمل شيء عمل يكون ناجح، واكيد ادرس السوق لحتى اعرف هذا الشيء. نحن اليوم عم نحكي خلينا نقول شوي على سيدات ممكن يكونوا بسيطين، يعني بسيطات، ممكن هن سيده تشتغل حلو بالبيت، تشتغل اكل، تعمل شيء هاند ميد، واليوم عن جد سيداتنا ترفع لهن القبعه بالشغل اللي عم يشتغلوه، لانه صارت كل السيدات فعلا عم يشتغلوا بالبيت حتى ولو هن مانن بحاجه ماديا، ولكن هن عم يحبوا كمان يشتغلوا الإنجاز. من مبدا انه هن اكيد ينجزوا ويعملوا شيء. طيب شو هي الخطه اللي لازم تحطها؟ اليوم هي طلعت انا شاطره بهذا المجال، اليوم السوق ناقصه هذا الشيء، وصلت لاول خطوه، شو الخطوه اللي بعدها؟ شو لازم تعمل؟ خليني بس اول شيء اعقب على كلامك انسرنا اليوم. النساء السوريات اصلا من يوم يومهم هن ريادين اعمال، يعني خليني ناخذ مثال بسيط يمكن نحن ما لنا منتبهين، انه الخياطه اللي بالبيت هي رائده اعمال طبعاً. اليوم هي عندها مشروع الصغير، لانه نحن كرياده في عنا اكثر من مستوى الالاف، في رياده المشاريع الصغيره، رياده المشاريع التطوير هل هي قابله للتطوير والتوسع، ورياده المشاريع الكبيره اللي فيها راس مال كبير اللي فيها عدد من الموظفين كثار. فاليوم انا مجرد ما نرجع للسؤال تبعك، انا مجرد ما عرفت الفكره وشفت انه انا شو بنقصني لحتى اقدر فعلا انطلق فيها، بجوز احتاج لتدريب معين، بجوز بحاجه لحدا يساعدني بالناحيه التسويقيه. تمام، وبعد منها بلش انا اسقل المهاره تبعي بحيث انه فعلا اقدم شيء مميز. يعني خليني اعطيك مثال من واقع عملي، انا كنت عم بتعامل مع وحده من الستات البيوت اللي هي اثناء الازمه حبت تشتغل شيء خاص، فقالت لي حابه اعمل شيء له علاقه بالكروشيه اللي هي السناره الوحده. حلو كثير. فقلت لها حلو الفكره، اليوم شو مين منافسك بالسوق؟ قالت لي كل ستات البيوت. تمام؟ اه صح. طيب شو بدك تعملي؟ قالت لي طاقيه ولبس تبع الاولاد. فقلت لها ما انت مالك موجوده بالسوق، يعني انت قدام وحوش بالسوق، كله عم يشتغل بنفس النمط. حاولنا نقعد ندرس السوق بحيث نحور المشروع شوي بحيث يكون متميز. فعملت بروشيه خاصه بالاكسسوارات، يعني كانت تجيب الاكسسوارات الحلا الاساس ضلت بنفس المجال بس حولته لطريقه تستفيد منها. هي العده ما حدا عم يغطيها كان. تمام، وهي بدها مهاره كثير قويه انه تلبس الاكسسوار كروشيه بحيث تتناسب الملابس تبع الست مع اللون اللي بدها اياه، فكان هذا مشروع كثير متميز. فبنرجع للنقطه الاساسيه، انا بدي اطرح فكره وبدي اقول بالفكره تبعي ليش انا.
بدي يكون متميز في اللمسة تبعي اللي بتميزني عن باقي الناس اللي موجودين بالسوق أصلاً أو بدهم يفوتوا، فلازم تكون هالبصمة أنا عارفان حقها. يعني ليش الأشخاص رح يجوا يشتروا من عندي أنا بالذات مع أنه بالسوق معبى مثلي؟ فهذا الشيء المميز اللي لازم ندرسه ويكون موجود. بأي شيء أستاذ رضوان بدنا نعمله بالحياة لازم يكون في عنا هدف لحتى نوصل لهذا الهدف. بريادة الأعمال النسائية كمان لازم يكون في يعني وضع نقاط، وضع أهداف معينة، وشو ممكن تكون هاي الأهداف؟ هلأ اليوم مجرد ما فاتت على المشروع هي بتكون عم تتلمس الخطة تبعها، أنه مثل البيبي الصغير خليني أسمي لك، دائماً المشروع بأول بدايته هو مثل البيبي اللي بتخاف عليه من أي وقعة لأنه يصل له شيء. المشروع الريادي بأول خطواته وأول فترة منه من الإقلاع بيكون فعلاً هو مثل البيبي الصغير اللي بنخاف أنه يتعرض لأي نقصة فإنه بيوع، فبيكون أول هدف عنده اليوم أنه تحافظ عليه قدر إمكان مستقر هذا المشروع. لو ما جاب أرباح بس عم تحاول تتعلم على السوق، تحاول تطور بالمشروع لحتى تنعرف بالسوق وتبلش تحصل الحصة السوقية تبعها. الخطوة الثانية أو الهدف الثاني بتبلش بقى عملية الانتشار، أنه أنا لازم انتشر، لازم نعرف. واليوم عندك السوشيال ميديا والمنصات هدول صاروا عم يسهلوا كثير عملية الانتشار، عم يساعدوا كثير بهذا الموضوع. بالضبط، فاليوم صرت الهدف تبعي هو الانتشار. بعد الانتشار أكيد هدفي أخذ حصة سوقية اللي أنا شايفها وهي بتجيب لي الأرباح. أكيد الخطوة الأخيرة اللي هي مستمرة هو التطوير للمشروع وتكبيره. للأسف هون في ستات يعني بيكون مبدعين بس هن مصرين إنه يشتغلوا بإيدهم، وهون أكبر غلط لرائد الأعمال. لازم يشتغل بإيده، هو بالبداية حيشتغل لأقلع المشروع وبعد منها بصير بتوظف. يعني سيدات مثل حكايتها عندهم خبرة أو بتعلمون بلش يدير الموضوع هذا المشروع. تمام بالضبط. طيب نحن اليوم معناتها عم نحكي على خلينا نقول بذرة صغيرة انزرعت بمكان وكبرت حتى صارت مثل ما قلنا، كنت عم تقلنا تحت الهواء أستاذ رضوان إنه اليوم عن جد المشروع الصغير هو مثل النبتة خلينا نقول. صحيح. هو أنت اليوم بتشتريها بتدفع حقها وبتسقيها وبتجيب لها مواد لحتى تكبر، بس بالاخير هي حتعطيك مقابل ولكن بعد فتره من الزمن. ممكن السيده تبلش بهذا المشروع توقف بعد فتره، تطلع هيك تقول انا صار لي سنه مبلشه بهذا المشروع، انا لهلا عم بخسر، انا لهلا ما انتشرت، انا لهلا العالم ما عم تعرفني. هون شو لازم تعمل اذا هي حست انه هي ما نجحت بمشروعها او لسه ما وصلت للي بدها اياه؟ بهون بهذا الوضع شو لازم تساوي؟ خليني اول شيء نحكي شلون بدها تعرف انها نجحت ولا فشلت. تمام. هل هي بدائره الفشل حاليا ولا هي ماشيه على خط النجاح يعني؟ فاليوم بده يكون في عندها صبر، بس لازم هذا الصبر يكون في خطه وراه، هل هو انه مثلا انا بعد فتره معينه لازم اكون محققه هدف A، بعد فتره معينه هدف B، وبعدين نضل عم بقيس حالي. فانا لما بتاخر عن تنفيذ الهدف بالتاريخ اللي حطيته وقتها بقول ايه فعلا في عندي مشكل ولازم انا ارجع ايد حساباتي ما بوقف. يعني انا مثلا تعرضت لمشكل مثلا موضوع الكهرباء، انا لازم لاقي حل، ما خلي عائق لي مثلا موضوع الكهرباء، لازم لاقي حل له، ما اقول خلاص انه هذا في كهرباء وانا مشروعي معتمد وانا ما عم بقدر اشتغل خلص انا صح. لا، اليوم رائد الاعمال او رائدة الاعمال هو حدا مبدع بيقدر يلاقي حل لاي مشكل ومنها من خلالها فبيقدر يكون مبدع بالسوق. تمام. استاذ رضوان، يمكن كثير سيدات يكونوا عم بيشوفونا هلا يقولوا انه طب انا كيف بدي نسق وقتي؟ يعني انا ويلي بيتي، ويلي اولادي، ويلي يعني مسؤوليات بتكون كثير كثير على ربه المنزل، كمان حابه اعمل مشروع لانه انا بدي ساعد من الناحيه الاقتصاديه، كيف ممكن تنظم وقتها بطريقه صحيحه توصلها للاهداف الصحيه اللي هي حاططها؟ تمام. هلا اول شيء في شغله اساسيه قراءه اعمال النساء للاسف في مجتمعنا الشرقي، انه اليوم بتعرفي بصير في هجوم عليهم كثير، انه مثلا انت وين بدك تجي؟ رجال عم بتسكر شغلها، رجال عم بتسكر شركاتها، انت هلا جاي تفتحي، فهدول بنبعد عنهم الناس السلبيين بحيث انه احنا ناخذ الطاقه الايجابيه من الناس اللي عندهم هذا الشغف لنشتغل. الناس اللي بيدعمونا اكثر. بالضبط، اللي بيدعمونا واللي في عندهم ايمان بقدراتنا. تمام. فبتلاقي رسم بيقول لك انه على اي شغله بتشتغليها واو شو حلو. تمام. اما الناس اللي بيقول لك طيب في مثله بالسوق، في ناس غيرك سابقينك، اوكي؟ فاكيد اليوم بده يكون في مساعده داخل البيت. يعني اليوم من ضمن الناس اللي بيامنوا بالفكره هن العائله نفسها يعني، ونحن شفنا كثير
عائلات اليوم بسوريا اثناء الازمه، مش وراء المشاريع النسائيه، يعني صاروا بيعملوا سبورت لزوجاتهم مثلا. انا بصير باخذ بعمل توزيع مثلا، انا بحكي مع التجار، انا بجيب المواد الاوليه وهي عم تشتغل بالبيت. صار فاميلي وورك بالنتيجه، صاروا كلهم يشتغلوا مع بعض 100%. هذا هو شيء مطلوب. وللعلم نحن اليوم ب 2009 كان نسبة رائدات الأعمال عم نحكي تقريبا شيء 4%. بنحكي ب 2018 اليوم السيدات السوريات وصلت نسبة ريادة الأعمال ل 22%. فطبعا اليوم ناتجة عن الأزمة اللي صارت طبعاً. بس هي كانت يعني شغلة إيجابية، لأنه بلشت النساء تطلع أنه أنا فعلا قادرة أعمل شيء، يعني وتجاوز الأزمة اللي موجودة بالبلد. تمام. حتى تغيرت تمام. أفكار كتير من الرجال، يعني كان في كتير رجال يلاقوا أنه نحن 2022 بس أنه لا، مرة تشتغل لازم تعدي بالبيت كذا. ما فينا نقول انه لا لا تشجعي مطلعي مصاري بالعكس صار اجباري بده يشجعني. يعني ان شاء الله نحن نكون شجعنا كمان كل اللي عم يحضرونا. اذا هن مترددين بهي الخطوه اكيد ياخذوها وياخذوها بطريقه صح ويفكروا منيح ويدرسوا امورهم مثل ما قلنا لحتى يبدوا صح. بنشكرك كثير استاذ رضوان لوجودك معنا. شكرا كثير استاذ رضوان.